مرحبا أصدقائي، في هذا الدرس الثالث راح ناخذ مع الموضوع الكومنت اللي هي التعليقات، وش وظيفتها وش أهميتها وكيف راح نعمل هي إيش عملية التعليقات. طبعا في الدرس القادم عرفنا كيف ننصب برنامج هو التيربو، وكيف يعني نعمل عملنا مشروع صغير وشرحنا عنه. طيب أجيت نعمل نفتح المشروع القديم. طبعا أنا عندي، طبعا أنت حيكون عندك مكتوب دوت سي، لكن انت هتحط دوت سي بي بي عشان يظهر لك كل الملفات اللي انت عاملها بصيغة السي بي بي. اوكي طيب، طبعا هذا انا ضفتها جديد، هي سيل سكرين اللي هي دالة المسح الشاشة موجودة بداخل الكونيو دوت اتش. طب طبعا الكومنت هي تعليقات، مثلا انت عندك هنا، مثلا عندك هنا اي تعليق، هذا تعليق لسطر واحد، مثلا انت بتكتب مثلا هنا هذه رسالة ترحيبية ويلكم. تمام، عندك بنت اف. اوكي طيب، بس هنا عندك ايش، اكتب له هاي. طبعا هي هذه رسالة ترحيبية، يعني انت مثلا وظيفتها انه مثلا لمدة من الزمن انت يعني مثلا كتبت هذا الكود ومش عارف يعني بدك تتذكر انت ايش هذا كتبته، فانت بتضع تعليق انه يذكرك لقدام ايش هو هذا وظيفة الكود او هذه الدالة ايش وظيفتها. مثلا هنا ايش، مثلا عندك هنا بتعمل ايش، دبل هاش، اللي مثلا عندك هذه دالة ايش، جيت مثلا اللي هي بتجيب لك اللي هي فانكشن اللي هي ايش، بنت اف. تمام، او مثلا هذه الدالة ايش بتجيب لك، هذه مثلا بتجيب لي اللي هي ايش، جيت فانكشن مثلا هي الجيتش. اوكي الجيتش و اند اللي هي مثلا اند اللي هي ايش، سيل سكرين. اوكي طيب، طبعا هذا السطر يعني بتنفذش، بس لو عملت كومبايلر هتعلقش على اي اخطاء، لانه هذا السطر هدول الاسطر بتنفذوش. لكن انت لو شلت هذا السطر، لو شلت مثلا عندك هدول السطر يعني الهاشتينج وعملت هنا، هيطلع لك ايش، هنا مش هيطلع لك اخطاء. لكن لو انا عملت هون، قمت هاي وعملت كومبايلر، هطلع لك ايش، اخطاء. اوكي هاي كومبايلر هطلع لك 2 اخطاء. طبعا هنا مش عارف هنا اوكي طيب، هنا بنعمل كده، هنا كومبايلر. طب نعمل هون هنا، طبعا ايش هطلع لك ايش، كلمة هاي ادعس انتر برجع لك على البرنامج. طبعا هو هي هيك وظيفتي، هي اللي وظيفة اللي الكومنت. طبعا في هنا احنا حكينا عن كومنت السطر، في عندك كومنت لأكثر من سطر، تدعس هاش نجمة. طبعا شايف انه ايش، هاش نجمة خلت كل الأسطر اللي تحت اللي هاي الأسطر هدول خلتهم باللون الأزرق الفاتح، لكن انت بدك تسكرهم. يعني ايش نجمة، اي سكرت هاي، هنا بدايتها، هاي هنا بدايتها وهنا نهايتها. يعني عندك مجموعة هاي بتعمل تعليقات مجموعة من الأسطر، أنت ممكن يكون عندك دالة مش عاجباك وأنا بديش إياها تتنفذ، بس عندك مجموعة مثلا عندك بالبنت أف. تمام، مثلا عندك هاي ملك كوبي، نعمل إيش الإنسيرت اللي هي مثلا إيش، شيفت إنس، ندعس مثلا إيش شيفت إنس، ندعس إيش شيفت إنس، ندعس إنتر شيفت إنس. تمام، غير عندك هاي عندك دالة 3 جمل طباعة. تمام، أنا هعمل كومبايلر هتنفذ كل الجمل. تمام، نفذ إن هدول دوال إلهم وظيفة، عندك طبعا لك اتش اي اتش اي اتش اي اتش اي. تمام طيب، أنا مثلا بديش الدالة مثلا الدالة هذه تنفذ، الدالة هذه بديش تتنفذ، فتعمل تعليق ايش، بس ايش مفرد، يعني مثلا لسطر واحد هطلع اتش اي 3 مرات. نعمل ران ونشوف يطلع لك ايش، اتش اي اتش اي اتش اي 3 مرات. طيب انا بديش يعني كل هاي هدول مثلا ايش، بديش اياهم تتنفذوا، هدول تنتين بديش تتنفذوا. تمام طيب، ندعس عمل ران، رح تلاقي اللي هي الاتش اي لحالها. فهي وظيفة الاتش اي اللي هي بتعمل ايش، اللي هي بتعمل تعطيل لجمل برمجية، او هي بتعمل وظيفتها مثلا ايش للتعليق. مثلا عندك من ايش، تعمل تعليقات، مثلا تعمل ايش تعليقات لمجموعة من التعليقات اللي هي مثلا شرح البرنامج. مثلا دكتور انت عملت ايش، إيه مثلا عندك مين، مثلا عندك ايش، ايش محمد الشوا، مثلا عندك ايج 19 اير،
ايه تجليات 19 هي إيه مثلا عندك ايش student و الى اخره. تمام، طيب احنا عرفنا قلت ان ايش وظيفة هي الكومنت وايش هي التعليقات. اللي في عندك نوعين من التعليقات، نوعين، نوع هو ايش يكون لسطر واحد، وهي ايش نوع لعدة اسطر اللي هي عندك ستار نجمة اللي هي سلاش نجمة. تمام، في وظيفة تانية اللي ايش ممكن تعطي اللي هي اللي هي وظيفتين تعطي الجمل البرمجية زي ما عملنا هنا، اطلق لك هي ايش الجمل البرمجية. وفي عندك هي ايش اللي هي بتدخلها تعمل عملية شرح. تمام، هي وظيفة هي ايش الكومنت، يعني مثلا هي ايش خاصية حلوة داخل هي لغات البرمجة، ان انت ايش مثلا لمدة من الزمن انت ما قدرتش تعرف هاي الدالة ليش تعملها، فانت ممكن تبدأ ايش وصف قصير انه هاي الدالة وصفتها كذا 1 2 3. طبعا نراكم في الدرس القادم، راح نشرح لي الدرس القادم هي الداتا تايب، وان شاء الله يكون الدرس هذا استفدتوا منه وعرفتوا ايش وظيفة الكومنت وايش اهميتها وايش انواعها. والسلام عليكم.